اللي بقوله لك أخوك إن الجروح تروح وترجع، والعين لازم إنها تدمع، والزمن هذا قسمه ونصيب، مثل ما يعطيك يوجعك، وأحياناً أحد تحبه وما يحبك، وأحياناً يحبك أحد ويتولع، والحياة أخذ وعطى، مثل ما تأخذ بتدفع، والكلام كلمة وجواب، مثل ما تتكلم اسمع، أمس ولا وصار ماضي، والماضي من أخوك صعب يرجع. وهذه كلمة خلها وسط بالك، مو بأي ذهب تلقاه يلمع، ولا ترفع الراس وتقول إن البشر تحتي. تقدر تملك الدنيا وما فيها بأسلوبك، وتقدر تسرق قلوب الناس بأخلاقك، وتقدر ترتاح من كلام الناس بالتسامح. فخلاصة الموضوع ابتسم، لأن رزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا ما تستاهل ذهبك.